سؤال إشكالي في الحقيقة. أنت أنا الذي يبدو أنه نقدر نقول لك بأنه اليوم أنه كاين عجز وكاين فشل حقيقي في تدبير الشؤون ديال جماعة الدار البيضاء. أولا باش ما كاينش المحافظة على الوتيرة باش كانت الأمور ممشية من جهة، ومن جهة تانية ما كاينش تدبير اللي كيتماشى مع الوعود الانتخابية اللي قدموها هاد الأحزاب، ولا لا سيما الحزب ديال العمدة. فهمتي؟ إذا كاين فشل. هاد الفشل السبب ديالو أولا أنا في نظري أنه كاين، باش ما نشخصنش، غنتكلم على المكتب بما في ذلك العمدة، كاين ضعف الكفاءة، كاين ضعف الكفاءة، كاين ضعف التجربة والخبرة، كاين أن الأولويات أعتقد عند أعضاء المكتب أو على الأقل عند البعض ديالهم ماشي الأولويات تاع مصلحة المدينة، كاين أولويات واحدة أخرى خاصة. فهمتي؟ كاين إشكالية ديال أن الأجواء اللي ولات مصاحبة خلات أن واحد العدد من الكفاءات ديال الموظفين أنها تنسحب بطريقة أو بأخرى، إما إراديا وإما اضطراريا. كاين ارتباك في العلاقة مع شركة التنمية المحلية، كاين إذا بغينا نقولوا كاين ضعف يعني الخبرة في دراسة الملفات وتحديد الأولويات والتتبع ديالها. فإذا كاين يبدو أنه كاين أشخاص ما عندهم علاقة بالمسؤولية كيتدخلوا في تدبير شؤون المدينة. كاين يعني هذا كله برنامج العمل، الدليل هو برنامج العمل، راكم شفتوا بأنه احنا عارضناه لأنه ما فيهش الصدقية، ما فيش واحد العدد ديال المقومات ديال برنامج العمل، ما دواوش لنا عليه حتى البارح، ما عرفناش بعدا كاين هذاك برنامج العمل واش تحل على الولايه، واش تاشر عليه، واش مازال، واش 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 الى اخره. لذلك انا اعتقد بانه كي فوق من هذا الشيء كامل ومعه انه الاغلبيه فيما بين مكوناتها كاين صراع، ماشي فقط كاين تصدع او كاين عدم انسجام من النهار الاول. يبدو انه اليوم هذه الدوره فضحت بان هناك صراعا يعني بين اطراف داخل الاغلبيه، وهذا بكل تاكيد كل هذه العوامل بكل تاكيد احنا بالنسبه الينا يعني مستاءون منها كما يستاء منها الراي العام، وانها لا تخدم مصالح المدينه، وانها لا تنسجم مع متطلبات يعني التنميه الحضريه اللي كتطلبها الدار البيضاء باش ترتقي الى الاهداف التي وصلها لها حفظه الله.